حياكم الله من جديد ويا مرحبا بكم. شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة افتتاح أكبر محطة خاصة شمسية لتوليد الطاقة المتجددة، وتعتمد المحطة على الألواح الشمسية الكهروضوئية بتقنية تثبيت أرضية، وذلك في مصنع المها الخاص بشركة نزلة الشرق الأوسط في دبي. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير فلنتابع. هذا المشروع من مشاريع شمس دبي حقيقة، ونحن كذلك سعداء بهالشراكة، لأن طبعا شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص ثبتت نجاحها. Today is a very important day for us because it's the official inauguration of the 28,000 solar panels that we have installed in our three manufacturing sites in Dubai. So for us, it's really supporting the strong commitment that the group has made to be carbon neutral by 2050. والحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي بضيفنا في الاستوديو محمد عرابي، مهندس كهرباء ومدير مشاريع. فأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا أختي. بداية ممكن تخبرنا وتشرح لنا تفاصيل عن هذا المشروع؟ المشروع كما نعرف هو محطة توليد للطاقة الشمسية. أيوة. بناء على طاقة متجددة. نعم. هو أكبر مشروع بمحطة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا المشروع قيمة في مصنع المها التابع لشركة نسلة الشرق الأوسط دبي. ويتضمن حوالي 28 ألف خلية كهروضوئية. طبعا بمقدرات انتاج حوالي 10 جيجاوات ساعة سنويا، وممكن ان تلغي انبعاثات من تقليل من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون. نعم. بنسبة 6 ملايين كيلوغرام سنويا. مه. طبعا هي المحطة تعتبر اول نتاج شراكة بين القطاعين الخاص والعام، اللي هي متمثل بشركة نسلة وكقطاع خاص وهيئة الكهرباء ومياه دبي كقطاع عام. مساهمة معاكم هي؟ مساهمة معاكم. نعم. طبعا بالمساهمة. ومشروع جيد كإنتاج طاقة بديلة عن الطاقة المعروفة كنفط وغاز وفحم أو بترول. جميل. طيب شو يعني ألواح شمسية كهروضوئية؟ الألواح الشمسية الكهروضوئية هي عبارة عن ألواح تحوي خلايا كهروضوئية، تحوي مادة نصف ناقلة تحت لها أثر ضوئية مثل السيليكون. هذه المادة عند تعريضها للضوء من عن طريق الفوتونات، كما نعرف الفوتونات هي عبارة عن الأجزاء الموجودة في الضوء. نعم. فعندما تصطدم بهذه الألواح تنقل الخلايا الإلكترونات الموجودة فيها من طاقة مستوى أقل إلى طاقة مستوى أعلى. بالتالي عند هذا التحريض يتأثر لدينا ينتج عنا الكهرباء فتقوم بتوليد الطاقة بتحويلها من الطاقة الشمسية إلى طاقة إلى تيار كهربائي. جميل. الجهات المشاركة هي فقط هيئة كهرباء ومياه أو في جهات أخرى مشاركة معاكم في هذا المشروع؟ لا طبعا هي تم إطلاق المشروع بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا، وهو بشكل معني أكثر يكون بناء على مبادرة شمس دبي التي. أيوة. أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي. نعم. ديوا. حدثنا عن مبادرة شمس دبي، شو هي المبادرة؟ مبادرة شمس دبي هي مبادرة أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا. هدفها الأساسي هي ربط المباني بشبكة التوزيع بحيث يتم إنتاج الطاقة البديلة من هذه المحطات إلى المباني والاستغناء عن مصادر الطاقة الغير نظيفة. كيف؟ بالاعتماد على الخلايا الشمسية المركبة، فيقوم استهلاك الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة اللي هي المنتجة من هذه الخلايا، فيقوم بالتخفيف
والتخفيض من الطاقات الموجودة حاليا من نفط وبترول وفحم، وحتى ممكن نوصل لمرحلة بعدين فيما بعد أنه ممكن يصير عندنا فائض من الطاقة البديلة. ممكن يصير في تبادل بين المحطة وبين المباني بالاستفادة من الفائض الطاقة الناتج. جميل. نقدر نشوف مثلا من عندكم مشاريع أخرى غير هذا المشروع، مشاريع أكبر عن هذا المشروع؟ أكيد يعني كما هل نعرف، هل في دراسات، هل في أشياء؟ أكيد يعني كما نعرف نحن دبي دائما ما في مدينة سباقة في كل شيء، وما نشهدها ماضيا وحاضرا نحن نشوف تطور هائل في دبي. طبعا هي كلها استكمالا لجعل مدينة دبي الأذكى في العالم، فبشكل طبيعي حيكون في تطور ومشاريع في كافة المجالات لا سيما مجال الطاقة المتجددة. نعم. نشكرك الأستاذ محمد عرابي، مهندس كهرباء ومدير المشاريع، ونتمنى لكم التوفيق. كل الشكر لك. تسلم. مشاهدينا مستمرين وياكم، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا.